طيب هنروح لسيدات كرة السلة. جزيرة الورد لعبنا المباراة الأولى كسبناها على صالتنا، رحنا امبارح لعبنا أو النهاردة كنا بنلعب مع جزيرة الورد في صالة المنصورة. أنا آسف، الماتش اتلعب امبارح 95-52، فزنا 95-52. معلش جدول المباريات مليء، فطبعا اعذروني ممكن أغلط امبارح النهاردة، بس احنا فزنا السبت، كان السبت والثلاث، 95-52 في صالة المنصورة، وتأهلنا كده الحمد لله لدور الثمانية. الماتش كان اتلعب زي ما قلت لحضراتكم على صاله المنصوره، وقدر فيه كابتن علي هاشم المدير الفني انه يجرب كل اللعيبه، وفرقتنا ان شاء الله هتلعب المباراه اللي جايه في ربع النهائي مع نادي الزمالك. امتى المباراه؟ بعد بكره. فريقنا هيلعب ان شاء الله مع نادي الزمالك رايح جاي. ولازم نفكر حضراتكم ان فرقتنا هيحامل لقب البطوله اللي فاتت، وبعد ما كنا كسبنا في النهائي نادي سبورتنج في الماتش اللي اتلعب على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. كل التوفيق لكابتن علي هاشم واللاعبات، ان شاء الله باذن الله يتجاوزوا كل الـ 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 يعني الاخطاء او كل المشاكل، وكابتن علي هاشم واللاعبات ان شاء الله قادرين على ذلك. طيب